رياضة التريثلون من الرياضات الأسرع انتشار في العالم في الآونة الأخيرة، وأصبحت تأخذ اهتمام الكثير من العالم أو حول العالم. وأكيد الكويت كانت حاضرة بقوة في هذه الرياضة من خلال مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات في عدد من المسابقات الدولية، ودائما نقول إحنا شباب الكويت هم فخرنا. لذلك يسعدنا أن يكون معنا اليوم الكابتن نجلاء عدنان الجريوي الحاصل على المركز الأول في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، والكابتن ندى عدنان الجريوي لاعبة رياضة الترايثلون. لكن متى بعد هذا التقرير؟ خلكم معنا. صباحكم الله بالخير، ويا هلا ومرحبا فيكم ومنورينا. صباح النور. يا هلا ومرحبا. يمكن بالبداية أنا كنت تحت الهواء قاعد أقول لكم عرفوني أكثر عن رياضة الترايثلون، لكن الحين إحنا نبي نعرف السادة المشاهدين بشكل سريع عن هذه الرياضة. ندى ولا نجلاء؟ من فيكم؟ من الأكبر؟ تكنيكال عند نجلاء. تكنيكال عند نجلاء. تفضل نجلاء. رياضة الترياثلون هي رياضة أولمبية ضمن الألعاب الأولمبية، تبدي بالسباحة وبعدها ركوب دراجات الهوائية وبعدها الجري، وكل هذا بسباق واحد، فإنك لازم تخلصه بأسرع زمن ممكن. ممتاز. حلو. إنزين ندى، شلون يحسبون يعني على سبيل المثال أنت جبتي تايم معين بالسباحة، بعدين تخطيتي التايم اللي أنت كنت حاطته بالدراجات الهوائية وغيره، لكن في حسبة كاملة يحسبون الرياضات أتصور كلها مع بعض، شلون الحسبة عشان تحصدين المركز الأول؟ هي طبعا في مسافات. حلو. في مسافه اسمها سبرنت ديستنس، في اولمبيك ديستنس، وفي اللي يسوونها الايرون مان، في هاف ايرون مان، وفي فول ايرون مان. فول ايرون وومنز عندنا احنا. فانت مثلا عندك، اذا انت مثلا زين بالسباحه تحاول انك تعطي يور ماكسيمم بالسباحه. حلو. وبعدين حتى بالسويتشنج هذه اللي بين السويم حق البايك، كنا ان احنا متحجبات تفرق ويانا حتى الثانيه الواحده. صحيح. مره باسياد اسيا اعطونا شو اسمه تايم اوت، والسبه انه والله مسكت الهلمت وقطيتها برا البوكس اللي لازم احطها فيه. حلو. وخلوني اوقف 30 ثانيه وخسرتهم. خسرتيهم. لكن ما شاء الله الانجاز الجديد، يعني اعطيتيهم انجاز جميل، واثنيناتكم جبتوا لنا انجاز رائع جدا. الحمد لله. والواحد يستمتع لله الحمد والمنه لما يشوف صور ندى ونجلاء تعتلي مواقع التواصل الاجتماعي. هني دائما نقول ونعطي بوز حق اي شيء احنا قاعدين نقدمه، ونقول عيالنا واخواننا يحتاجوننا من يحصنهم، ونقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لان العين حق وما نبي العين تصيب عيالنا. الله يحفظكم. نجا في بطوله ابو ظبي العالميه حصلتي على المركز الاول، شنو كان شعورك وانت تجتازين خط النهايه؟ الحمد لله. تو البطوله كانت اسبوع اللي طاف، كانت منافسه بين يمكن 72 لاعبه من مختلف انحاء يعني من دول العالم. يعني أنا ما كنت متوقع أن أفوز على الأوفرول، كنت متوقع على الفئتي اللي هي تكون بعمري. فبس الحمد لله يعني طلعت بالسباحة، كانوا معي هم بنات كانوا قدامي، على الدراجة قدرت يعني أوصل لهم، وبالجري عاد رحت كملت. ما شاء الله. ربي يبارك لك. إنزين توك مخلصة التمرين وياي، هذا بحد ذاته إنجاز. سولفي لي عن التزامك بالتمرين عشان أروح بعدين حق ندى يعني أسألها عن أهم البطولات الخارجية اللي شاركتوا فيها. أبي أسمع أول شيء سالفة التمرين، خاصة تمرين يا صباح الخير يا كويت. طيب إحنا نبدي تمرين الساعة 5:15 الفجر. ما شاء الله. فحق تدرون رياضة تراثلون هي ثلاث رياضات، فلازم على كل لعبة يعني تعطيها حقها. صحيح. تمرينها. فأقل شيء إنك تتمرن مرتين باليوم، فلازم تقدر يعني you manage your time. تتمرن الصبح وتتمرن العصر. حلو. وبين بعين دوام. ممتاز. يعني لازم يكون في تايم مانجمنت صحيح وفي تنظيم للوقت بطريقة جميلة ورصينة. ندى، أهم البطولات اللي شاركتوا فيها خارج دولة الكويت، داخل دولة الكويت، البطولات اللي أعطتكم دافع أن أنتوا تصيرون أقوى بهالرياضة، شنو هي؟ إحنا طبعاً أول بطولة اللي نحسها صج إنجاز ومثلنا فيها الكويت هي بطولة أسياد آسيا. الله. كانت أول مرة يشارك فيها فريق الترايثلون الكويتي، وكانت يعني فرصة لنا أن نمثل ديرتنا بصورة حلوة،
وهم بلبس يعني بلبسنا احنا الكويتي الاسلامي. صحيح. فكان كل الصحافة الأجنبية كانت كل أنظار علينا، مع أن يعني احنا ما خذينا المركز الأول ولا البوديوم، بس كانت الأنظار كلها علينا، حتى جرايدهم كانت المقابلات كلها ويانا. فيعني هالشيء أعطانا يعني نفس بوينت أكثر بوينت حقنا جداً. إيه كان وايد حلو. إيه أكيد دلوقتي. خصوصا بعد أن المشاركة في مثل هذه المحافل. هذه الصورة قاعدة نشوفها على الهواء. إيه تمثيل الكويت في المحافل الدولية بحد ذاته فخر واعتزاز، فبرأيكم مثل هذه المشاركات ممكن تعزز المشاركة في مثل هذه الرياضات؟ والله احنا الحمد لله يعني مكملين، وقاعد نشوف المجتمع الكويتي النسائي دش بالرياضة بصورة قوية. كانوا قبل يقولون ان لا انا ما اقدر وانا لابسة مثلا طويل وانا لابسة حجاب شلون اطلع برا واسوي مثل هالرياضة. لما شافونا الحمد لله قاموا الحين الاهتمام بالرياضة وبالصحة صاير يعني بالتوب الحين بالكويت. صحيح. فمو بس كذي، حتى الحين انا حق بناتي قاعدة اوصل لهم هالصورة ما شاء الله. ولما تشوفني بنتي اروح برا اتمرن تقولي ماما انت راح تجيبين المركز الاول. هي اللي تقولي فالحمد لله. وهالشيء حتى الحين خذ يعني الحين كمبادرة منه سوينا حتى رننج كلب حق الاطفال. ممتاز. فيعني وايد حلو هالشيء ان نبدي من الصفر، لان احنا صراحه بدينا بعمر يعتبر متاخر. انا كنت بسالك هاشم يعني هي قالت صح. ان المجتمع والتقبل وصار وعي كبير على الصحه والرياضه واقبال النساء سواء السفرات او المتحجبات على هذه الرياضه، وما في شيء يعوق لا الحجاب ولا غيره. لكن يعني الحين مثلا انا تحفزت او احد من المشاهدين تحفز وتشجع انه الله الرياضه حلوه هذه، يعني تجمع ثلاث رياضات برياضه واحدة. فهل ممكن بعمر متأخر أنا أدخل مثل هذه الرياضة، ولا ممكن أنه لا ما يسمح لازم عمر معين تدريبات معينة؟ هي خصوصا رياضة الترياثلون ما لها عمر. نعم. يعني الواحد يقدر يبديها عمر متأخر عمر مبكر. حتى معانا لما أنا حتى أختي ندى شاركنا بطولة الهاف آيرون مان المسافة الطويلة حيل، فهذه دخلناها كتشالنج حقنا. أيه. يعني مو ننافس وهذا، لأن المسافة ما كانت أولمبية فبس مسافة طويلة. فوإحنا كان نركض أركض يوم واحد عمره 70 سنة أو 65، فأشوفه قاعد يركض فأنا يعني صار فيني أتبشر إنه لازم هم أبدي إنه أكمل أركض. صح. فما لها عمر، بالعكس هي مثل رياضة هوائية أو مثل رياضة مفتوحة. مفتوحة. حلو. إنزين ندى لو أسألك وأقول لك إن كثير من الناس من ممكن يستغربون على دخول بنات أو نساء كويتيات نون النسوة، هذه النون الجميلة اللي دائما تبدأ عندنا بدولة الكويت هذه الرياضة، وبنفس الوقت أنت قلتي في بعض الناس ممكن يحطون ببالهم أن الحجاب ممكن يعوق دخول الفتاة في هذه الرياضة، مع أن أغلب الشركات العالمية قامت تنزل حتى حجابات لهذه الرياضات وقامت تنزل لبس خاص لهذه الرياضات، فسولفي لي عن هذا الموضوع. احنا طبعا بديناها يعني كأي بنية نفس الشيء، انه يعني شلون انا بركض بهذا شلون كذي. صراحة يعني نجلة اختي هي اللي بدتها ويعني شجعتنا كلنا احنا وصديقاتنا. بطلة نجلة ها. الحمد لله. اي والله الله يحفظها. اي والله يعني خورش قدوة حق الكويت وال يعني العالم اجمع الصراحة. حلو. ف يعني مثل ما قلت ان شركات عالمية حتى قامت تسوي يعني حتى الاضواء عليها، ما استنكروها بالبداية، استنكروها بس بعدين لا مشوا معاها ما حاربوها. فمدام العالم اللي برا مستانس عليه وبالعكس يعني قاعد يشوفه انه ويشجعونا لما يشوفونا نركض يمنا يشجعونا، ولا يطالعونا بنظرة مثلا هذه شو مسوية ولا هذه شو لابسة، لا كل اقول لك الانظار كلها علينا والشركات الاعلام كلها علينا احنا. هذا الحلو. ومستانسين يعني اللي في يعني وحده من امريكا جت لنا للكويت قالت انا بقعد معكم 3 ايام كاملين بشوف حياتكم انتم شلون كذي قاعدين تسوون. حق انترفيو ولا حق شنو؟ حق انترفيو بجريدتهم. اي جريده كانت؟ اقدر اقول عادي واشنطن بوست. واشنطن بوست. الصوره اللي انت وايد كونتمبرري الصوره كذي وايد جميله. بناتنا وصلوا لواشنطن بوست، لكم حرية التخيل. الحمد لله. أنا أقول كفوا عليهم. شكرا. ما شاء الله كثر من أمثالكم يحفظكم. شكرا. لكن شنو الرسائل اللي أنتم حابين أنكم توصلها أو وصلتوها من خلال مشاركاتكم إنجازاتكم الرياضة اللي أنتم قاعدين تمارسونها؟
نجلة تفضلي. إنه يعني الواحد لازم يمارس رياضة مو عشان منافسة بس كصحة وكلايف ستايل، لأنه هو راح يغير من نظام غذائي مالك وراح يغير من نظام حياتك حق يعني كصحي أكثر. ومثل ما قلنا العمر ما له حد، ومثلا حتى أختي كقدوة حق البنات اللي عندهم عيال ومتزوجين، قدوة لأي أم لأي ربة منزل يعني مثابرة قاعد توصل لشيء تبي. صح، فبالعكس عندها تقدر يعني عندها عيال وهم بنفس الوقت تمارس الرياضة وتشارك وتنافس. فبالعكس يعني نشجع كل البنات انهم يمارسون الرياضة. قواكم الله بالتوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا. شكرا لكم. قواكم الله كابتن ندى الجريوي وكابتن نجلة الجريوي، ضيفتانا انزين اللي حصلوا على المركز الاول في بطولة ابو ظبي العالمية للترايثلون، وايضا اختي ندى لاعبة رياضة الترايثلون، واللي اثبتوا ودائما ما يثبتون ان الشاب الكويتي دائما يترك بصمة وسمعة طيبة في هذا العالم من خلال انجازه سموه تفرده وتميزه. مشكورين على العنوة. مشكورين على الجي. يعطيكم العافية. مشكورين. يعطيكم العافية. كواكم الله. وما زلنا متواصلين معكم في صباح الخير كويت، ولكن من بعد هالفاصل.